الحديث اليوم من خلال منظور المجتمع المدني لمواجهة التطرف والإرهاب ينطلق من تجربة جزائرية عانينا منها وسميت بالمأساة الوطنية وتوجت بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولكن اليوم إفريقيا تعيش قاسم مشترك في سياق نتحدث عنه اليوم، سياق مشترك مميز بتحديات ذات طابع اقتصادي تنموي، ومميز أيضا بوجود هذا التطرف الذي أصبح يتعدى الحدود لأنه يؤثر على الأفكار وعلى طريقة التفكير وعلى نفسية الشباب وعلى مكونات المجتمع. أعتقد أن اليوم الشباب والمجتمع المدني، خليني نقول، يمثل المكون الأساسي للشعب. معضلة الإرهاب والتطرف لم تعد قضية مرتبطة فقط بالمؤسسات المختصة ذات الطابع الأمني أو الطابع الأكاديمي لمواجهة الإرهاب. المجتمع المدني، الشباب، وسائل الإعلام في بناء هذه الثقافة وهذا التكوين وهذه التربية لمواجهة غرس الأفكار المتطرفة والإرهاب. وأعتقد لقاء اليوم هو تبادل التجارب وتقاسم الخبرات، ويقيناً اليوم السياق مختلف لأن الشباب يعيش على تحولات تكنولوجية أصبحت تجعل من المعلومة أساساً لتعبئة الشباب، وهنا أتحدث على سردية التعبئة، لا نغاتيف دو لا موبيليزاسيون دي جون. نعت لك مجموعة من الصور ومجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة ويحملون سيارات مدججة ولديهم آثار، فهذه الصور وهذه السردية تصنع من هؤلاء الشباب في مختلف دول العالم وعلى وجه الخصوص في إفريقيا فريسة سهلة لتعبأ داخل صفوف التجنيد الإرهابي والمتطرف. ولابد اليوم أننا من خلال لقائنا نتفطن إلى هذه الأدوات التي أصبحت تعتمد على هذه السردية الجديدة، ولكن أكثر من هذا، وهنا أشكر أخي السي علي ساحل وأيضا الأستاذ عثمان اللي حددوا أن اليوم نحن نعيش على عالم الجريمة المنظمة العابرة للحدود. لابد على المجتمع المدني والشباب أننا نشتغل بمقاربة أكثر سرعة من الشبكات الإرهابية أو المتطرفة التي لم تعد فقط بذلك الشكل الذي كان يسوق له في التسعينات، ولكن أخذت أشكال أخرى ومختلفة. إذن بالنسبة لنا ظاهرة الإرهاب هي ليس ظاهرة عادية، هي ظاهرة معقدة، وكما تقدم به الإخوة المختصين، ولكن الأهم وهو كيف نحارب الراديكالية، كيف نحارب العنف المنتشر، لا فيولونس. ولهذا تجربة الجزائر سواء في محاربة الإرهاب من ناحية التكتيكية أو من ناحية فلسفة وهو القانون الوئام الوطني، نظن هذه فرصة لباش الجزائر لأنها هي مستدعية واجب عليها أنها تقوم بعمل تكاملي، عمل مع قضية كثير من البلدان الإفريقية وخاصة بلدان الساحل أين التوتر أصبح خطير جدا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.